صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر القانون رقم عشرة لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية جاء فيه المادة الأولى صدق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة في روما بتاريخ الرابع من فبراير 2020 والمرافقة لهذا القانون المادة الثانية يلقى المرسوم رقم يلقى المرسوم بقانون رقم ثلاثة لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية